وزير الخارجية النمساوي يخاطب المسلمين في رمضان. النمسا ترحل 13,000 شخص في عام الترحيل. فلسطينيون يقاطعون مؤتمرا صحفيا لرئيسة الاتحاد الأوروبي في فيينا. منظمة زارا تحصي 1300 جريمة عنصرية في عام واحد. ارتفاع حالات الإفلاس في النمسا خلال الربع الأول من عام 2024. واستهلاك مرتفع في الكوكايين في فيينا مع انخفاض سعره وتحسن جودته. أسعد الله أوقاتكم وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا وفيها. شدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على أهمية التسامح بين الأديان خلال شهر رمضان، معربا عن الضرورة لنبذ الطائفية والعنصرية. ودعا الوزير إلى نبذ الطائفية وكل السلوكيات العنصرية مثل الإسلامفوبيا ومعاداة السامية، ونوه على ضرورة تخصيص شهر رمضان للصيام والصلاة والعبادة، معربا عن أسفه لما يحدث في العالم خاصة في الشرق الأوسط. ونظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية حفل إفطار مشترك حضره رئيس أساقفة النمسا وشخصيات يهودية بارزة. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن مغادرة 12,900 شخص للنمسا في 2023، 46% منهم غادروا النمسا قسرا. ووصف كارنر العام الماضي بأنه عام الترحيل مشيدا بسياسة وزارته، حيث تم ترحيل 5,990 شخصا مع التركيز على المدانين، حيث أصبحت النمسا أقل جاذبية للمتاجرين بالبشر. وأشاد كارنر بالاتفاقات الثنائية لإعادة القبول مع 30 دولة، وأشار إلى أن غالبية المرحلين من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. هذا ولم يتطرق التقرير إلى عمليات ترحيل العراقيين قسريا. شهدت فعالية عامة بمشاركة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا مع المستشار النمساوي اضطرابا بسبب تدخل محتجين فلسطينيين. واحتجت شابة على الصراع في الشرق الأوسط وطردت مع آخرين، حيث كان من المفترض طرح مواضيع مثل مستقبل الاتحاد الأوروبي، لكن حديث المرأة عن فلسطين أدى لتوقف الفعالية وقيام امرأة أخرى برمي طلاء أحمر على سيارتها، وتم تسجيل بلاغات للتحقيق معهم. ودعت ميتسولا إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية، فيما أكد نيهامر على ضرورة مكافحة الهجرة وتعزيز التنافسية الأوروبية. أظهر تقرير منظمة زارا لعام 2023 عن تسجيل 1300 حالة من العنصرية في النمسا، داعيا إلى خطة عمل وطنية وقوانين صارمة. وشملت الحالات قصصا مروعة مثل اعتقال شباب بسبب عدم إتقان اللغة الألمانية نتيجة سوء فهم، واعتداء على عامل نظافة بسبب نقص المحارم في المرحاض، وحالة تمييز ضد طالبة متفوقة في اختبار الطهي. وحذر التقرير من زيادة الإسلامفوبيا وتأكيدها من بعض الأحزاب السياسية، وطالب بتجنب ربط الجرائم بالهوية ونشر الوعي حول خطورة الإسلامفوبيا. حذرت جمعية الائتمان والإفلاسات من ارتفاع مقلق في حالة الإفلاس في النمسا، حيث ارتفع عدد الشركات المفلسة بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد حالات الإفلاس 1691 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، منها 600 حالة في فيينا. وتوقعت الجمعية وصول هذا الرقم إلى 6200 حالة في نهاية العام بتضاعف عدد المتضررين وارتفاع الالتزامات المؤقتة، ويعزى هذا الارتفاع إلى تكاليف الطاقة والمواد الخام ونقص العمالة وتباطؤ الاقتصاد العالمي إضافة للصراع الروسي. أظهرت دراسة لوكالة مراقبة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي أن استهلاك الكوكايين في أوروبا وصل إلى أعلى مستوياته، وزاد استهلاكه في فيينا بنسبة 20%. وكشفت التحليلات في محطة مياه الصرف الصحي في فيينا عن زيادة بنسبة 19.5% في الكوكايين وانخفاضا في المواد الأخرى، إضافة لانخفاض استهلاك القنب. وتعزى زيادة استهلاك الكوكايين إلى الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وانخفاض سعره وزيادة تركيزه.
وتبقى فيينا الأفضل، حيث تحتل المرتبة 29 من بين 90 مدينة تم فحصها في أوروبا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة برنامجكم همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفوغراد. ولجميع الأمهات نقول كل عام وأنتن بألف خير. أطيب الأوقات، إلى اللقاء.